بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما سأله فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة معناها الاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل، لأن الشيطان لعنه الله إذا رأى من العبد، جاء في الأثر أن الشيطان يشم قلب الإنسان، فإن رأى منه رغبة في الخير أغراه بالغلو والتشدد حتى يخرجه عن الاستقامة، وإن رأى منه محبة للمعاصي والشهوات أغراه بالانحلال والانحدار والتساهل. وغرضه من ذلك أن يخرج الإنسان عن الاستقامة، هذا هدفه، أن يخرج الإنسان عن الاعتدال وعن الاستقامة. الله جل وعلا قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تطغوا في الاستقامة وتزيدوا إلى الغلو. كما أنه سبحانه أمر بالاستقامة مع الاستغفار، فقال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن الإنسان عرضة للخطأ، والاستقامة التامة لا يقدر عليها أحد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكنه يجبر النقص بالاستغفار. استقيموا إليه واستغفروه. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيحافظ الإنسان على دينه وعموده الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، من ضيعها
فهو لما سواها أضع فهو لما سواها أضيع. والله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فمن استقام على الصلاة وحافظ عليها استقام على بقية دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، فهي عمود الإسلام. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاته، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالاستقامة تعني الاعتدال والاستمرار، الاستمرار على الطاعة. لا يستقيم العبد في فترة ثم يضيع في فترة أخرى، بل يستمر على الاستقامة إلى أن يموت. ولا يستطيع الاستمرار على الاستقامة إلا إذا كان معتدلا بين التشدد والتساهل. فالتشدد يخرج العبد ويمله من الطاعة، يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيشتد في أول الأمر يشق على نفسه ثم يمل ويترك العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيداوم المسلم على طاعة ربه متوسطا، لا يشق على نفسه ويشتد ولا يتساهل ويضيع. بهذا يستمر على طاعة الله ويسهل عليه الاستقامة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل الرسول، يسألون زوجاته عن عمله ليقتدوا به. فلما أخبرنهم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه، ولكنهم قالوا: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم غضب صلى الله عليه وسلم وخطب وقال، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس معنى الاستقامة أن الإنسان يشتد على نفسه ويشق عليها، إنما معناها أن يعتدل، لا يتشدد ولا يتساهل في دينه. فمن الناس من يقول: آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا يستقيمون على القول وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الناس من يقول: آمنا بالله، ثم يشرك بالله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله من الأولياء والصالحين والأضرحة، فلا يستقيم على التوحيد، فليس له دين ولا يبقى له دين مع الشرك والعياذ بالله. ومن الناس من يقول: آمنا بالله
وليس عنده شرك، ولكن يكون عنده تساهل في العبادات، تساهل في أداء الفرائض والطاعات، ويكثر من المعاصي، فهذا ليس مستقيما. الله جل وعلا أوجب علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل القول والاستقامة، أهل القول والعمل، أهل القول والعمل الذين أنعم الله عليهم هم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم استعاذوا بالله من الغلو الذي هو طريقة النصارى الضالين، ومن الانحراف والضياع وهي طريقة اليهود غير المغضوب عليهم الذين تركوا العمل عن علم ومعرفة، تركوا العمل وضيعوا وهم يقولون ربنا الله، أو الذين يعملون على غير طريق صحيح، يعملون البدع والمحدثات. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبله الله. فيعملون بالبدع والمحدثات ويتركون السنن، يتركون السنن ويعملون على ضلال، وهي طريقة النصارى، هذه طريقة النصارى، وكل مبتدع، كل مبتدع فهو على طريقة النصارى، وكل منحرف عن الاستقامة فهو على طريقة اليهود، وكل ملتزم بالاستقامة فهو على طريقة الذين أنعم الله عليهم. تكررون هذه الآية في كل صلاة، ولكن هل تفهمون معناها؟ هذا هو معناها باختصار. فعلى المسلم أن يستحضر معنى هذه الآية ويستقيم عليها ويستمر عليها. اسمعوا إلى جزاء المستقيمين عند الله: تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة عند الموت، لأن الإنسان يحصل عنده رهب عند الموت، يحصل عنده خوف إذا طالع الآخرة، إذا اطلع على الآخرة صار عنده خوف ورهب عند الموت. الملائكة تأتيه في هذه اللحظة وتطمئنه وتبشره: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما تركتموه في الدنيا، وأبشروا بالجنة. تبشرهم بالجنة: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نتولاكم في الدنيا ونتولاكم في الآخرة. ملائكة الرحمن معهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون، نزلا، أي ضيافة، ضيافة نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء المستقيمين على طاعة الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله ولا يشرك، لكنه يقع في المعاصي والسيئات والمخالفات التي هي دون الشرك ويتساهل فيها، فلا يبقى معه دين، فلا يتساهل المسلم في أمور المعاصي، بل يتجنبها ويحذر منها. هذا طريق الاستقامة لمن يريد الاستقامة. وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم للاستقامة.
ولصلاح القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن أعظم المعوقات عن الاستقامة هي الفتن، هي الفتن التي تصد عن سبيل الله وتوقع في الضلال، وما أكثرها في هذا الوقت، وما أكثر الدعاة الذين يدعون إليها من خلال الكتابات، من خلال التغريدات في التويترات وما أشبهها من وسائل الاتصال التي انتشرت بين الناس اليوم وملأت بيوتهم. ما أكثر ما ينحرف المنحرفون بسبب هذه الوسائل الخبيثة. فاحذروها يا عباد الله، احذروها، لا تنظروا فيها، لا تدخلوها بيوتكم، لا تتركوها مع أولادكم، لا تتركوها مع أولادكم، مع زوجاتكم، فإنها هي التي تصد عن الدين وعن سبيل الله، وتحرف عن الاستقامة، وتوقع في الانحراف والضلال. ما أكثر من ضلوا وانحرفوا، انحرفوا وتغيرت ملامحهم، تغيرت طريقتهم، يظهر ذلك عليهم من تصرفاتهم ومن أقوالهم وأفعالهم، ثم هم مربوطون بها، مربوطون بها ليلا ونهارا. أعينهم في هذه الأشياء، في هذه الآلات الخبيثة. ماذا جاء، ماذا حدث؟ دائما، حتى إنهم أصيبوا بالمداومة عليها، أصيبوا بالإدمان. ذكر أهل الخبرة أن من وقع فيها يصاب بالإدمان فلا يصبر عنها، وهذا شيء ظاهر، دائما ترونهم أعينهم في هذه الأجهزة، في جيبه أو في سيارته أو في، دائما، حتى ما يتكلم مع من بجنبه، حتى لا يكلم أهله ولا أولاده في بيته، دائما مع هذه المواقع. أخذت حتى إنه لا يصلي، ما يقوم للصلاة، يخاف يفوت شيء، حتى إنه لا ينام، يخاف يفوت شيء أو يعرض شيء، لأنه أصيب بالإدمان فلا يصبر عنها، ولو أنه من الأول تجنبها لسلم منها. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على دينكم من هذه الصوارف وهذه الفتن وهذه الشرور. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ومن كل ضلال ومحنة.
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كل شرير وطاغوت، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.